هاي شو هالشغلة اللي بلا طعم؟ اقعد واسكت بلا كثرة حكي. هذا هيك لسه ما اشتغلنا. شلون لو نشتغل؟ شو بتساوي فينا؟ يا رجل، على القليلة بنشوف بشر، نحكي معهم ويحكوا معنا، نتسلى. واللي قدامك شو هو؟ لهالدرجة شايف أذاني طوال؟ مش قصدي بس تفضل. لو جايب سيرة مليون ليرة، هاي الشغل جاك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا، مين حضرتك وإيش جاي تعمل؟ أنا المهندس جميل. أهلا وسهلا. أهلا بيك. شو وين سعيد؟ إحنا آسفين، فكرناك جاي من جهة ثانية. جهة شو؟ عفوا، لا ما تأخذ على بالك. بإيش بنقدر نخدمك؟ إحنا مكان سعيد. بدنا بالله تساعدوا هالشباب وتجيبوا لنا هالمعدات معاهم من السيارة. تكرم عينك، تكرم. يلا. يا سيدي الله يعطيك العافية، أنا مستأذن هسه. يعني ما شو بدي اسوي؟ بدي اروح لازم. طيب امانه امانه، السلام على عمي وخالتي. ولا يهمك من عيون الثنتين، توصيني على شيء ثاني؟ الله معك. اكيد الله معك. شو الحكايه؟ انت مش المفروض تكون بالبلد اليوم؟ قريب مثل ما عاد عود عيدها. شو ما عاد عود عيدها؟ يعني مش نازل على البلد حتى لو تربطيني بحباله وتجريني عليها جنب. السلام عليكم. الله معك الله معك. شو حكاية سعيد اليوم؟ شو مال؟ اليوم أكل دش من الأستاذ خالد، فأعتقد إنك بدك تكملي عليه. تعرف إنه ولد ظريف؟ أنا ظريف كثير. أنا كنت بعتقد إنه شرير بس اكتشفت إنه كثير طيب. أنتوا كلكم ولاد أصل. الله يخليك، شكراً. ألو؟ أستاذ خالد. منى؟ هنا أختي أستاذ خالد. حاضر بجي أنا وياها. حاضر. ما كنت عارف إنه في عندك أخت جميلة ورقيقة بهالشكل يا أنيس. مجاملة لطيفة، بس لو حكاها حدا تاني كان زعلت. أحسن. ما فيكم حدا قليل يا ولاد عمي. هلا سيبونا من ولاد عمي. شو رأيكم بهالمناسبة السعيدة أعزمكم على الغداء على حسابي؟ أنا بالنسبة لي مرة ثانية مضطرة أمشي، لسه ما لحقنا نشوفك، الأيام جاي كثير وأكيد رح نتقابل. عليك الله معك يا أمان الله. هذا اللي جاك يا أبو اختار، أعجبك أعجبك، ما أعجبك دق راسك بالحيط. سامع يا أبو حامد، سامع يا أبو زهدي. أبو شاكر معاه حق. بدك ترضى بالقسم والنصيب وتقنع بالكلام اللي حكاه ابو شاكر، انت حر. ما بدك تقنع، دق راسك بالحيط وما حد بوقف معك. الحقني يا ابو حامد، الجماعه مستوطين حيطي ومش طالع بيدي ارد عليهم. طبعا ما راح يطلع بيدك ترد عليهم لانه موقفك ضعيف، وانت اللي حطيت نفسك بهيك موقف يا مختار. حتى انت يا ابو حامد. اتركنا من هالسالفه يا مختار، وخلينا بالموضوع اللي جينا مشانه. هسه موضوعي صار ما بيستاهل يا ابو حامد. اللهم جيبك يا طولة الروح. انت مش اخذت الجواب؟ خلص عاد انهي وخلينا نغير الموضوع. حاضر يا ابو حامد. وهاي اسماء اثنين من كل عيلة من اللي توافق عليهم. تفضل. احنا قلنا واحد وبس. يا ابو زهدي، زيادة الخير خير. هيك صاروا عشرة. اللي بتغيب بينوب عنه وبين عمه. لسه ما بدينا يا مختار. قل لي يا مختار، والمجلس البلدي قديش هو معطل؟ من زمان، من يوم ما انسحب منه اخوك عامر وجماعته. لعاد بنعتبر هذول العشرة هم نواة المجلس البلدي الجديد. بنكتب مزبطة للجهات المسؤولة يوقعوا عليها اغلبية اهل البلد، وخلينا نفعل المجلس ونحييه من جديد. هسه خلينا باللي بده نسخ مع البلديات. انا من رايي نشتغل على ثنتين مره واحده، منه بصير في اداره رسميه ومنه بصير في متابعه. ونعم الراي ابو زهدي، وانا ما عندي مانع. تعرفي لولا خوفي عليك كنت بدي انزل من سيارتي واحكي مع سامح. تمزح. ليش ممنوع المزح؟ لا المزح مش ممنوع، بس لما بوصل لسامح بصير جنون. بتعرفي اني بفكر اقابل سامح واحكي معه.
احكي معاه مثل ما بدك، بس اذا بصير اي شيء بينكم انا مش مسؤوله عنه. طيب بلاش سامح، شو رايك اطلب ايدك من ابوك؟ فكرك مو غلط. شاكر الظاهر انت مش في وعيك اليوم، كلامك مش موزون وافكارك رح توديك النار. صدقيني اني دائما بفكر هالتفكير. انا بقول نختصر الجلسه ونمشي احسن. طيب اقعدي خلص. واذا رجعت حكيت بنفس السيره؟ ايش يعني؟ ممنوع الواحد يحلم؟ احلم مثل ما بدك، بس حلمك خليه جواتك، لا تظهره للناس. منى انت مش اي ناس. بعدين اذا ما حكيت لك اللي بقلبي لمين بدي اشكي؟ الا اذا اعتبرتي اللي بيننا مجرد حلم ما له اساس. انا ما قلت هيك، بس مستقبلنا لازم نفكر فيه، ولا بده يكون في هزه تقلب الموازين كلها. وما انك لسه واقفه اكيد مصره انك تمشي. اذا سمحت. تفضل. امشي بطريقك، عيب عليك تتعرض لبنات الناس. انت بنت عهد؟ سامح، عيب تفرج الناس علينا. وانت ما فرجيت الناس علينا يا بنت؟ انا مش عبدي عندك وعند ابوك، امشي من هان ولا هسه بفشخ راسك بهالحجر. بس يا سلمى سامح، مهما كان احنا عرضك وبنات عمك، عيب تفرج الناس علينا، وروح بطريقك. بسيطه، انا حسابي مش مع النسوان، انا حسابي مع اللي بقول عن حالهم رجال. رجال غصب عنك، واذا كنت قد حالك وابن ابوك بتتعرض لنا مره ثانيه. امشي انقلع، امشي حسابي افشخك. خلاص امشي يا سامح. شفت قليل هالادب؟ قلعه. خلص اسكت يا سلمى، بحياتي عندك لا تجيب السيره لحدا. اللي زيه لازم يتادب ويعرف قيمته. خلص عشاني هالمره. عشانك بس. يا هلا يا هلا بالصبايا، اهلا وسهلا. هلا مختار، هلا. شو بده ابن عامر؟ ليش تعرض لكم؟ ابن عمنا بده يطمن علينا. في اشي يا مختار؟ لا انا حسبت في اشي. لا تحسب، ان كان هيك بسيطة يا عمي. امرن، بدكن اشي على راسي وعيني. بدنا سلامتك، وفوق سلامتك بدنا علبة سمنة واثنين كيلو سكر. تطلع لك يا عمي، ما انت روسية انت واخوك سعيد. هسا شو جاب سيرة سعيد في النص؟ الاشي بالاشي ينذكر، هو سعيد مش اخوكي؟ اخوي ونعم الاخ، عشان هيك طالعة له. أنا يعجبني البنات اللي هيك. طيب يا مختار، كان طلبتني لابنك من الأول وريحت رأسك. أنت بتقولي فيها، أنا فعلا قاعد أفكر بهيك تفكير. وأنت يا عمي يا هنا، هو ابن الشماله ناقصه إيد ولا رجل ما تقبلي فيه؟ مختار خلص سيري وتسكرت، أعطينا أغراضنا خلينا نتسهل. حاضر، على عيني وراسي. تفضلوا أعطيكم طلباتكم، تفضلوا يا عمي تفضلوا. وين كانت هاي غايبة عن بالي؟ شو هاي اللي رايحة عن بالك؟ سلمى بنت عاهد. أيهو، أنا مزحت معك مزحة، قضبتيها عن جد؟ أمر الله، هنا الكل بتقاتلوا عليها، بس سلمى بنت أبوها، وإذا أعطى كلمة مش رايح يتراجع. وإذا أبوها ما أعطى كلمة؟ إيه؟ هم يعني وين بدهم يلاقوا شاب مثل ابنك عساف؟ وين بدهم يلاقوا؟ أي مجنون رمى حجر ببير، ميت عاقل ما طلعه. ومين المجنون؟ أنا اللي ما بتنبل بثمي فولة. أنا من جيت وانت ماسكتني بهالحوش وتحققي معي؟ يلا روحي سوي لي لقمة، بدي أتغدى بعدني ما تغديت. إيه الدنيا قربت تصير المغرب وانت بعدك ما تغديت؟ المرة هذه متأكد إني بعدني ما تغديت. تفضلي سوي لي غدا. يلا انت وضميرك. Thank you.
خير. وين كنت يا ولد؟ انت عارف انا وين. وليش ما جيت على الغدا مثل عادتك؟ لاني ما كنتش ناوي ارجع للبيت. شو يعني ما كنت ناوي ترجع البيت؟ بصراحة ما بيهون علي انه امي تزعل مني، عشان هيك ما كنت طايق حالي. روح بوس على راس امك واستسمحها، ما بدي اياها تزعل منك. ما بدي بوس راسي وما بدي اسامحه بعد الحكي اللي حكاه بحق اخوه. يما انا ما كان قصدي ازعلك، بس انيس فعلا هو اللي ضايقني وعاملني كاني مش اخوه. عشان هيك اسأت له هالاساءة. يما انا مستعد اللي تطلبيه مني، بدك تدعسي على راسي ادعسي، وانا فعلا غلطت وبدي منك تسامحيني. طول عمرك بتغلط، طول عمري بسامحك. لما كنت صغير كنت دائما تغلط بحق اخوانك، قول معلش. بكره بكبر وبتعلم، هيك كبرت وما تعلمت، لساتك بتغلط ولساتك بتسيء بالحكي وبتشوه صورة اخوتك. اسمع، ما رح اسامحك لاني مش ممكن اسمح لاي ولد من اولادي يسيء لاخوه بهالطريقه، فهمت؟ بشوف قلبتيها لمأساة، مع انه كله على بعضه وكل اللي حكيتيه ما بستاهل هالكلمه اللي القيتيها بهالولد هذا. لا بستاهل، بستاهل كتير كمان. هالساعه خلصينا من الحكي الفاضي، وانت روح ابوس على سمك واستسمعها بدل ما ظل واقف مثل عمود الكهرباء. روح. خلص يما، صدقيني ما بعيدها. رح احاول اصدقك واسامحك هالمره هاي، بس اذا عدتها مره ثانيه هذا البيت ما رح اقعد فيه ولا لحظه، فهمت؟ سهام، طول عمرك بتضلك جلف هيك زعلت. يعني هسه الحق علي صار يا كبير؟ هسه بدي اقول لك كلام، اقعد اسمع. اقعد. وبعدين معك يا خيتي يا معساف، اي احنا ما صدقنا واحنا نخلص من موضوع هنا، جاي تفتحي لي موضوع سلمى؟ اي كان اجلتي هالموضوع شوي وبعدين احكي مثل ما بدك. افهم من هالحكي انك موافقه؟ لا تفهميني غلط، ها الرجال هم اللي بيقرروا هم اللي بيحددوا. شو الموضوع هالمرة يا معساف؟ خير يا حبيبتي، خير وألف خير إن شاء الله. سمعت إنك ناوي تخطبيني لابنك. وانت شو اللي سمعك يا بنت؟ المختار فتح السيرة وجيت مرت المختار عززت الموقف. يعز مقدارك، مش قلت لك أميرة وعاقلة وبتلقطها على الطاير؟ ها يعني ظني ما خاب. ها وشو رأيك؟ احنا ما عنا بنات إلهن رأي يا معساف. مثل ما قالت أمي، إحنا ما عنا بنات إلهن رأي إلا في شغلتين بس. شو هن هالشغلتين؟ الأولانية الجيزة، والشغلة الثانية الطلاق. الله يبعده ويحفظنا يا رب. أما الجيزة فابنك عساف بجنن، كل البنات بتمننه وما عليه أي غبار. ومنين يا أختي بده يجي الغبار؟ وابني طول نهاره مهندم وما شاء الله عليه نظيف مهفهف. شفتي عاد المشكلة عندي أنا يا خالتي، أنا صغيرة لسه ما بدي أتجوز. قال صغيرة؟ قال أي اللي مثلك صار عندها كوم أولاد؟ عاد هذا اللي إجاكي وما في غيره. عجبك هيك غير تفتح الموضوع قدام سلمى؟ يختي وهي بنتك عن صحيح صغيرة ولا بدهاش تتجوز؟ بدك الصراحة ولا بنت عمها يا معساف؟ خلينا على الصراحة. الصراحة أنا كمان مش فاهمة إشي. تفضلي اشربي القهوة. يقطع القهوة وساعتها. تفضلي. الله يعطيك العافية، فضحتينا وعللتي علينا القرية. أنا شو اللي عملته؟ شو اللي عملتيه؟ قلت لك مزحة مزحة مزحناها معك، يم ما صدقتي رحت طيلتيها بالمرة؟ والله ما أنا عارفة عشو شايفين حالهم. ولا هالسلمة مين اللي بده يتقدم لها؟ أي تشكر ربها صبح ومساء إني طلبتها لعساف. خليها تبور، ما لها في الطيب نصيب. تبور ولا تفور؟ اسمعي
انا من هسه ورايح لا بدي ادور له على عروس ولا بدي اجوزه، فاهمه؟ فاهمه فاهمه. اللي بده يتجوز يتجوز، واللي ما بده لعمره. انا مالي منى، انا بدي اشوف انيس واطمن عليه. وعندك تشوفيه يمه وين ما يكون. انت مش بتعرفي عنوانه؟ ايوه بعرفه، بس اذا ابوي عرف ما رح يسمح لك. يسمح ولا ما يسمح، انيس ابني وما بمنعني عنه غير الموت. انت بس احكي لي وين هو وما عليك بالباقي. حاضر، انا مستعده وما عندي اي مانع. شو يا منى، وين القهوه؟ ثواني وبتكون عندك يابا. تسلمي يابا تسلمي. الله يمسيكي بالخير يا سهام. مساء النور. انت بدك تزوري ابنك؟ بدي ازوره. وانا ما عندي مانع. ما عندك مانع ولا بدك تختبرني؟ كلامي واضح وصريح. اذا انت بتعزي ابنك وابنك بعزك، تقنعيه يرجع للبيت. بدك اياني ازوره عشان اوصل له رساله منك؟ لا يا سهام، مصلحتك ومصلحتي ومصلحتنا جميعا انه يرجع للبيت. ولا عندك رأي ثاني؟ ما أنا بدي أروح عشان أقنعه يرجع للبيت. وأنا بتعهد لك إني ألبي له كل طلباته بدون قيد أو شرط. وليش أنت ما تبادر بنفسك وتحكي هذا الحكي لابنك؟ أنا يا سهام مستحيل أحط حالي بموقف ما بحبه لنفسي. بس أنيس ابنك، من دمك ومن لحمك. لأنه ابني، هو لازم يرجع ويعتذر عن كل شيء. على حساب كنت تقول إنه يرجع من غير قيد أو شرط، ولا بدك إياه يرجع مرة تانية عشان تطرده؟ لأني أبوه مستعد أتنازل على اعتذاره. أصلاً مجرد أنه رجع للبيت بعتبره اعتذار منه. رح أوصله الأمانة وما رح أغصبه على إشي. إذا بكرة سامح بوصلكو، بستناكو ترجعوا معه، إلا إذا حبيتي تزوري أهلك. تفضل القهوة يا أحلى أب في الدنيا. يعني سامح ما فكر يرجع مرة ثانية لأرض البصل؟ ولا راح يفكر، لأنه عارف شو راح يصير له. وين الشاي يا بنت؟ ما بكفي بتحكي وبتوكل، كمان بدك تشرب شاي؟ استنى بس ينقع. إيه؟ صحة 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 صحة. أعطيني مي خليني أشرب. خذ أشرب صحة. أنت يا بنت شوكة واقفة بحلقي، امتى الله يفرجها علينا وعليك ونخلص منك؟ تخلص من... سمعت شو حكى؟ هسا انا معي حق ولا معيش؟ ايه اليوم تقدم لها عريس. معقول هالحكي؟ ومين سعيد الحظ؟ ما ظنيته يكون سعيد، انا اللي راح اكون سعيد. هذا اللي الله قدرك عليه؟ بدل ما تحكي لك كلمه حلوه تبل الريق. ايه وانا بايش غلطت؟ اتركونا من العتاب هسا واحكي لي مين اللي تقدم لسلمى. عساف. عساف عساف ما غير عساف من المختار. هو في غيره بالبلد؟ طيب صدقوني لا اذبحه واشرب من دمه. وليش تذبحه؟ هو يعني حرام يخطب بنات الناس ولا يطلبهم؟ لا حرام ولا اشي، بس يحكي لي يخبرني بدل ما يترك شغله من وراي ويجي يخطب. ويخطب مين؟ سلمى. هسا المزحه قلبتوها لجد؟ لا عساف ولا ابوه معهم خبر بالموضوع. ام عساف هي اللي فتحت السيره وتسكرت بحينها. اما انت لسانك بده قطع وبتشوفي. شو مالكم يا اولاد؟ ليش صوتكو طالع؟ سلامتك يابا، كنا بنمزح. تمزحوا؟ كثر المزح يابا بقلل الهيبة والقيمة، وأنا بدي إياكوا قيمتكوا فوق فوق بالعلالة. يسلم ثمك يابا، هذا الكلام المزبوط. ها معناته أنت المقصودة بمزحها، وعشان هيك زعلتي. دائما بقول عنك هم ذكية ولماحة، طالعيش لي. تعرفوا يا أولاد، أنا بحمد ربي ليل ونهار صبح ومساء اللي الله موفقكم وراضي عنكم، وأنا قلبي من جوا راضي عنكم ليوم الدين. الله يرضى عليكم. زغروتي يما، والله زغروتي لأحلى أب في الدنيا. لسه ما رجع؟ صب يا برشين صب. حاضر. يعني ناجع. ممكن أعرف مين ضل من أولاد عامر وعاهد؟ ما وظفته وعينته في مشاريعك؟ لسه ضايل كثير يا أم خالد كثير. مش ضايل غير انك توظف عامر وبهيك بتكمل الصورة. يا ريت كما اتمنى.
فكرك صحيح عامر لو عرضت عليه يشتغل عندي بيشتغل؟ يا ماما انا ما بمزح، انت بتلعب لعبه خطيره ولعبتك رح تصير مكشوفه. انا احب العب على المكشوف. عاجبك الكلام اللي بقوله اخوكي؟ وليش لا؟ ان شاء الله انت تاني بدك تقومي على عومه كمان. ولا لمين بدي اطلع يعني؟ لا اخوي الاكبر مني. انت اكيد انجنيتي يا بنت. يا ام خالد يا ستي الكل، احيانا الجنون مطلوب، مالك انت؟ بعدين لا تنسي انه انت اللي اقنعتيني اني اوافقه على لعبته. انا ما اقنعتك توافقي على لعبته، انا اقنعتك تساعديه لحد معين، وما كنت متوقعة اكثر من اللي كنت متوقعته. طيب ممكن اعرف شو اللي كنت متوقعته؟ توصل للي بدك اياه من غير لف ودوران، وما سمحت لك بهالإشي إلا لما لقيتك مصر على طريقتك. طب وشو فرقت؟ فرقت كتير. المواجهة رح تنهي الأمور بينك وبين عامر، أما الطريقة اللي أنت ماشي فيها رح تعرضك للخطر، ومش بعيد يكون عامر محضر لك مصيدة يوقعك فيها، هو شايف أنك بتتحداه بابنه أنيس وبعلاقتك مع عاهد. اطمني يا أمي، اطمني، أنا رح أوصل للي بدي إياه وبالطريقة اللي بدي إياها. أنا اللي بدي إياه كثير وما رح يخلص بمواجهة واحدة. أنا أخذت قرار، قررت إني أستمر للنهاية، إن شاء الله رح أوصل. ما بدك تنزل؟ لا أنا بدي أوصل أقضي شوية مصالح وأرجع لك. لا ما ترجع لي ولا تيجي إلا لما أحكي معك أو أبعت لك. ناوية تزور إخوالي؟ جاي أشوف ابني. لا تنسي تقنعي يرجع لبيته زي أبوك، ومعطيني الشنطة. حاضر. عندك مانع؟ مانع؟ انت اللي اذا عندك مانع بروح بنام عند اي حدا. وبعدين ايش اللي يوم يومين هاي؟ قولي شهرين، قولي سنتين. انا خدامك يما، بخدمك بعيوني. تسلم لعيونك يا حبيبي، بس انت مش شايف انه العيشة صعبة عليك لحالك؟ لا يما يا حبيبتي، لا صعبة ولا اشي. يمكن هلأ مش حاسس، بس بعد شوي اكيد رح تكون صعبة. مش مشكلة يما، بتعود. طب ليش ما ضليتك هناك؟ على القليلة طبيخك جاهز، أوعيك مكوية مغسولة، كل شي تمام. معلش يما، اطمني علي، أنا مدبر حالي. بعدين هيك لما بتشتاقي لي بتجي بتزوريني، ولما بشتاق لك بجي بزورك. طيب ما بدك تشوف أبوك ولا تزوره؟ أوعك تفكري يما أنه أنا مش مشتاق، والله مشتاق له، مشتاق له وحب اشوفه، بس يعني بلاش هسه، خليها شوي، خليها لما استقر واشوف شو بده يصير معي بالشغل. معلش يما انا لازم ارجع الشغل، اي اشي بتحتاجيه بس رني لي، خمس دقايق بكون عندك. عن ابنك. مع السلامة يا حبيبي. امي أنا ناوي أطلب لك اليوم، ترجع تتغدى معي؟ طبعاً بدي أرجع أتغدى معك، أي أنا بستنى في اليوم اللي تيجي وأكل طبخة من طبخاتك. طب شو أطبخ لك؟ بامي. هاي كل إشي بالفريزر، هاي أمي. مع السلامة. مع السلامة.
الو. اهلا 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 مهندس علي. والله طب ممتاز ممتاز ممتاز. على 60 70 متر تطلع لنا. طب عظيم. ممكن نبلش نحفر. اجراءات اجراءات شو؟ ترخيص. طيب ماشي، انا من اليوم ببدا المعامله، مجرد ما اخلصها ببلغك. تسلم، مع السلامه. وهاي توقيعي وختمي، واذا بدكم ختم العضويه موجودين ان شاء الله. وين ما هبت ودبت بتختم ختمي يا مختار. ايه شو شايفني قاعد بباب محكمه؟ وبعدين انت شو دخلك؟ منين لك ختم انت؟ انت ناسني عضو مخترة وختمي عندك. كلامك صحيح، تعرف انها راحت عن بالي. ايوه انت لما تتذكر شو تعشيت امبارح بتتذكر مين اعضائك. ايه بعدين معكم يا جماعة الخير غابت عن بالي، ولا انتم بس ودكم جنازة تشبعوا بها لطم؟ لا جنازة ولا جوازة، سكر هالدكانة خلينا نلحق البلديات نشوف المسؤولين نبحث عن موضوعاتنا. يعني هسه ما بنفع غير اني اسكر دكانتي واجي معكم؟ واحنا نصبناك كبير ببلاش يا مختار. اخ بس لو انك ما مسكت من الايد اللي توجعني. يلا خلينا نسكر هالدكان ونمشي. يلا يا جماعه بلاش اعملها حجه ويبطل. يلا ايه شو مالك يا ابو شاكر؟ انا شايفك اليوم مستقصدني وقارش بلحتي. تركنا منه يا ابو شاكر، خلي هالزلمه يسكر هالدكان ونطلع خلي حق مسؤوليات. يا الله يا الله. تفضلوا. هلا بسامح. هلا بيك يابا. وصلت امك للمكان اللي بدها اياه؟ وصلتها والظاهر ما بدها ترجع اليوم. احسن خليها تريح راسها شوي وبعدين احنا بنشوف شغلنا. يا ريت اختك تقعد لها يومين معاها. انا شفت وانا جاي مجموعه كبيره من اهل البلد راكبين الباص ومتجهين لعمان، وانا سمعت انهم ناويين على نيه مش مليحه. نيه ايش يابا؟ فكرهم يعملوا اللي بدهم اياه لكن بعيد عن عيونهم. هم مفكرين يحيوا المجلس البلدي، لكن ما ظنيت يوافقوا لهم الا اذا المجلس الحالي حل نفسه. واذا وافقوا لهم معناته بيقطعوا الخيط الوحيد الممدود بيني وبينهم. وانت راح تسكت لهم يابا؟ شو اكثر من اني قاطع المي عنهم. وكنت ناوي الوي لقابهم وكنت على وشك لولا هذا اللي اسمه خالد، لكن الادهى والامر واللي جاي. أنا قلت لك يابا خليني أتصرف معاهم، أنت اللي منعتني. كل شي بوقته مليح، خليني أعرف لوين بدهم يصلوا. يعطيك العافية أستاذ. أهلا شيخ. أنا نفذت كل اللي طلبته مني، وهي نموذج طلب ترخيص. وليش ما عبيته أنت معرفتك؟ بده توقيع الآن سجمانة، وبعدها رايح يكون في لجنة تكشف على الموقع وشوفوا إذا المنطقة بحاجة لبير مي أو مش بحاجة. إذا كانت المنطقة ضمن المناطق المسموح الحفر فيها أو مش مسموح. أوه أيوه شغلة مطولة. يعني برجع لفترة تشكيل اللجنة ومدى نشاطها. طيب ماشي، خلي الملف أنت وأنا بحكي مع المهندس علي. بلكي ساعدنا شوية بسرعة الإجراءات. بكون أفضل. إذا عندك أي شغل ضروري حاول تخلصه بسرعة، يعني معك حوالي ساعة. بعدها رح تنزل مي على القضية. حاضر. عن إذنك. الله معك. أنا اليوم مجهزة حالي ما أروح عن البلد. ها؟ شكلك زعلانة من أبوك. ولا تحلم فيها. أمي ناوية تقعد يومين ثلاثة عند أنيس، وأنا قلت أستغل هالمناسبة يعني وأريح حالي من دوشة المواصلات. أيوة على هيك مش راح تتحجدي وتقولي لي بدك تروحي بكير. أنا فعلا ناوية أروح بدري لأنه أمي قاعدة في البيت لحالها وبتستنى حدا يسليها. يعني حضرتك أخذت مغادرة من الشغل مشان حضرتك تمشي؟
هذا اللي اجاك، واذا مش عاجبك بدك راسي بالحيط. فهمتها لحالك ولا حدا فهمك اياها؟ عارفه انت مثل ايش؟ مثل الدين، لا بيهدي لي بال الصبح ولا بنيمني الليل. يا سلام، يعني انا هسه صرت هم على قلبك؟ طب اسمعي، شو رايك اوصلك وتعزميني على فنجان قهوه؟ وشو رايك تطلب ايدي من امي بالمره؟ يا ريت. فكرك ما بعملها؟ الظاهر انت مش ناوي تجيبها البر، مش عاجبك انه الامور هاديه، بدك تولعها من جديد. شو بشوفك وقفت؟ قوم وصلني للبيت. بس اياك تقول لي عزميني على فنجان قهوه. ما كنت عارف انك بخيله. ما كنت عارف انك بتدور على مشاكل دوار. طيب تفضل تفضل يا ستي. نازع قرية الرمان. يا سلام، يعني ما قلت لي انك رايح على القرية. يا ست عيني حكيت لك. طب اسمع، انا من زمان بدي اروح لهي القرية واتعرف على ناسها. حابة ترافقيني يعني؟ اذا بتعمل معك. ماشي، ما في مشكلة. بس ضروري تبرع عمري. ماشي، هلا ببلغك فورا. يلا تفضل. تفضل. باب يا اخي، ما دل ليش مروح من شغلك ولا ما في حدا يراقبك؟ شوي شوي فضحتيني مع ضيوف. ضيوف؟ تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلين. يا هلا اهلين. انا اسفه، ما كنتش اعرف انه في ضيوف مع سعيد. لا بسيطه. كيفك يا سلمى؟ بصراحه اللي عملتيه كثير ممتاز. انا دائما بدي اياك تراقبي لسعيد وتنبيه. وما بدك اياها تكتب لك تقرير عن سير العمل؟ صحيح، نسيت اعرفك أختي جمانة. أهلا وسهلا أهلين. تفضلوا تفضلوا تفضل. فوت فوت افتح الطريق. أهلا وسهلا. بالله عليك شو رأيك بالباميات؟ تمام. يسلموا أيديك عليهم. أنت ليش بتغير الموضوع لما بفتح لك سيرة البيت؟ يما يا حبيبتي أنا هيك مرتاح، وبعدين بنحكي في الموضوع مرة ثانية. مرة ثانية امتى يعني؟ بصراحة أنا شايفة إنه وضع أنيس هسه مستقر، وفكرة ترويحته على البيت مش مقبولة حاليا. وأنا شايفة إنه محدش أخذ رأيك فبتسكتي، ولا لقيتي لك مكان تلجئي له إذا تعبتي ولا إذا زهقتي؟ يا أمي أنا إذا بزور أنيس في بيته، أنيس بضل أخوي، وبصراحة أنا مفكرة أستقر عنده بالوقت الحالي بدل شحطة المواصلات، وبالمرة بساعده بأكله وبشربه وبلبسه، هذا إذا وافق. طبعاً موافق. على فكرة أنا كنت بدي أقترح الاقتراح هذا. خلص اتفقنا. على إيش اتفقتوا؟ ولا بطل إلكم أهل؟ استغنيتوا؟ يا أمي لا تأخذ الأمور بحساسية، إحنا مش ممكن نستغنى عنكم. المسألة مسألة راحة، وإذا بدك راحتنا بتوافقين على رأينا. أنا ما إلي رأي، أبوكم هو اللي بقرر كل إشي. بس إذا بدك بتقدري تقنعيه. تفضل. يسلم ايديك. شكرا. اهلا وسهلا. تفضلي يا ست جمانة. يسلموا من ايد منابر. اهلا وسهلا. اللي بده قهوة يتفضل، ما في حدا غريب. يعني قدمتينا القهوة احنا على اساس اننا اغراب يعني. استغفر الله يا استاذ خالد، البيت بيتكو وواجبكو كبير، انا ما قصدت اللي فهمته. وليش هالاخراج يا خالد؟ هيك خليت وجه سلمى يحمر؟ ما الك حق. سلمى شوي حساسة وبتستحي من الناس. طيب هذا إشي كويس، يعني الخجل والحياة من أهم صفات المرأة، وأنا فعلا ما قصدت الإحراج. يا هلا بيكو، ومثل ما قالت سلمى البيت بيتكو. تسلمي يا خالتي تسلمي، وإن شاء الله البيت يضل عامر دايما بصحابه. إحنا حابين نطلع هيك نتمشى شوي بالقرية. وأنا كمان وراي مشوار صغير بدي أوصله وما بتأخر. طيب ما بتخلص مشوارك إلا أنا وسلمى وهنا تمشينا شوي. Thank you.
بعد اذنك يا خالتي. ولو يا حبيبتي. سلمى وهنا مثل خواتك. الله يخليكي. شو يا انا بشوف من اول قاعده ما حكيتي ولا كلمه. شوفتكم بتغني عن 100 حكي يا ست جمال. حبيبه قلبي كنت متوقع انه لسانك يكون بحلاوه وجهك. مستر خالد اذا بدك اروح معك مشوارك انا تحت امرك. لا لا خليك هون انت، هذا المشوار ما لك فيه لزوم. يلا سلام عليكم. مع السلامه. لا تنسوا ها عشاك الليله عندنا، وبكون شاكر وابو شاكر رجعوا. لا تغلبي حالك يا خالتي، احنا ما راح نطول. توكل على الله، بس ترجعوا بنحكي بالموضوع. الله معكم، تفضل، مع السلامة. أنا طبعاً يا مستر خالد خلنا نروح معك. صدقني لو إلك لزوم لأخذتك معي، خلاص خليك هون. يا سيدي. أهلاً وسهلاً. بقول القرية ليش منورة؟ القرية منورة فينا وبلانا، كيفك يا شكر؟ الحمد لله. ليش واقفين ما تدخل؟ يعني بدي اطلع لك هيك شويه بالقرية وبرجع. فوت انت تريح وانا ما راح اطول. طيب نستناكوا ها ان شاء الله. يلا عنيد، مع السلامه. الله معك. هلا مستر خالد. يا ترى شو سبب هالجاي؟ امرني استاذ خالد. انزل يا شهر انا بدي اسوق. عفوا، في مكان محدد بتحب تروح عليه؟ ايوه، بدي اروح عند عمرو يوسف. حاضر استاذ خالد. امرك. يا ابو سامح، يعني بتفترض اني انا اقوم اسلم عليك يعني؟ السلام لله. بعدين انا بجاي اعمل مشاكل ولا اوش، وانا عمري ما كنت اعلمك، حتى لو كنت لا سمح الله عدوك. انا الان في بيتك. اللي بده يدخل بيوت الناس بيستاذن بالاول. معك حق. هاي فاتتني، كان المفروض أبلغكم إني جاي أزوركم. كان اختصرنا عليك المشوار وقلنا لك متأسفين. إذا أنت راضي عن كلام ابنك أنا مستعد أنسحبه حالا. سامح، روح جيب لنا فنجانين قهوة. يا ريت خليهم ثلاث عشان الشاب اللي قاعد في السيارة. هذا واثق من نفسك كثير. طلباتك يا مهندس؟ أنا ما إلي أي طلبات، كل ما هنالك أني أجيت أزور البلد وشفتها مش حلوة، يعني أزور القرية من غير ما أزور شريكي. شريكك؟